بس هي ما كانتش قليله يعني، هي تعطيني ماده عشان استفزها، مش ما كنتش افتري عليها يعني. انا كان ممكن اسكت على اشياء، لا النهارده مش هسكت على اي حاجه، هستفزها وهعملكم حلقه حلوه. طيب من غير كسوف، لو ابنك قرر يسيب البيت ويعيش مع حبيبته هتوافق ولا لا؟ انا قلت لك ابني هو صديقي، هو اخي، انا بفضل له انه يعيش مع زوجته. زوجته مش حبيبته، زوجته. هو قرر يعني، انا غالبا بيسمع كلامي، ولادي اتنين بيسمعوا كلامي كتير، هم واعيين. هلا الحياه تطورت، يمكن جيل الشباب بالنسبه لهم موضوع عادي، ما انا كنت كده يوم من الايام. انا عشت مع واحده من غير زواج، وكنت اكذب على نفسي وعلى الناس وقول اني كنت متجوزها، فالمرحله دي بعمر الشباب انا عشتها، لكن ما بتمنى لابني يعيشها. ليه؟ لانه هي اللي حكينا عليها بالبدايه، موضوع اللي سبب لي مشاكل كتير في حياتي. بس ممكن اللي ابنك يحبها غيرها. انا بفضل ابني يعيش مع مراته، هو يعيش، عايز يعيش مع صاحبته، هو حر في حياته يعني، بقى راجل. انا متفاجئه جدا من صراحتك والله. بس ليه حاسه ان القصه الاولانيه عامله لك زي عقده شويه؟ من مش عقده، مستتيت. انت احنا بنتعلم بحياتنا من او خايف ابنك يحب تطلع زيها؟ انا ابني صديقي، مش بخاف، بيقول لي ما بيخافش مني انه مش عايز يقول لبابا. لا 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 لا، ما فيش هذا الجو. احلى حاجه يعني صديقي، ما فيش تابو. وانا هيك كنت مع بابا الله يرحمه، مع ابوي انا كنت كده يعني، كنت بحكي له ويحكي لي اصحاب. وانا بعتقد انه هيدي افضل علاقه بين الاب وابنه، انه من بعد سن معين لما يبلش يرجل لازم يكون صاحبه وما يخافش منه. طيب من